جايزة طبعا مهمة، وأي جايزة في الدعم في اللحظة دي هي بتزق المشروع لقدام. أنا معاك في كان، ودلوقتي معاك في فينس في نجاح ما شاء الله النهاردة، تمويل ودعم وجائزة بنالي كمان الكبرى، تمويل لمشروع عائشة. كلمنا عن المشروع وكلمنا عن رحلته مع الدعم، اي ثينك كان جزء من اللودج في معمل البحر الأحمر، ولحد ما وصل دلوقتي توج بأهم يمكن دعم كمان في الفاينل كات. أنا بدأت أكتب في المشروع من 2020، كان أول برزنتيشن نعمله للمشروع كان في الجونة بعدها بسنة، وزي ما قلت بعد كده اللودج، ويعني كنا محظوظين إن احنا خدنا الدعم بتاع جائزة البحر الأحمر بتاعة المعمل. وطبعا النهاردة يعني ده أول حاجة للمشروع في البوست برودكشن. يعني جائزة طبعا مهمة، وأي جائزة في الدعم في اللحظة دي هي بتزق المشروع لقدام بتساعد صناع الافلام ان هم يكملوا. يعني ايه اللي ممكن تقوله لنا عن قصه الفيلم؟ هو عن بنت مهاجره افريقيه، يعني عن في العشرينات، بتشتغل في الرعايه الصحيه في مصر، ومن يعني بنتتبع خطواتها من بيت لبيت من خلال بقى شوارع القاهره والعالم اللي هي متورطه فيه، ليه علاقه بحد بيستغلها. يعني عيسى برضو كان فيه الشق الجانب الشخص الافريقي وكده، اشمعنى اللاين ده المستوي؟ هو كمان بدأ من حنة ورد، يعني كان أول حاجة حنة ورد، وبعد كده عملت فيلمين في النص قصيرين، وبعد كده عملت عيسى. فهو لاين كده، أنا بس يعني حسيت إن أنا يعني ماسك حاجة وعمالة بتمد معايا. أنا يمكن عشت في منطقة شعبية كانت مليانة، يعني كانت ميكس بين مصريين ومهاجرين من كل حتة في أفريقيا، مش بالسودان بس يعني. فأنا أتاتشت شوية بده، ودايما كنت بسأل نفسي ليه الأدوار اللي مش مصرية بنطلعها في السينما بشكل هزلي جدا، بشكل كوميدي، دور ثانوي او حتى مش ثانوي، اقل من كده. يعني ليه ما نحكيش افلام عن المجتمع المصري بعيون ناس مختلفه؟ يعني